على أنقاض قرى عربية، يسعى الاحتلال الإسرائيلي لتكريس مخطط تهويدي استيطاني تحت غطاء إقامة تجمع سكاني مخصص للعرب، ويدور الحديث عن إقامة تجمع سكني في قرية عبدة بالنقب، وبعد نحو 35 عاما من الدوران في متاهة المحاكم الإسرائيلية تمكنت هذه القرية من نيل الاعتراف بها بنضال شعبي وقضائي. النضال من أجل الاعتراف بقرية عبدة مسلوبة الاعتراف التي تقع على بعد 60 كيلومترا إلى الجنوب من مدينة بئر السبع بدأ قبل 3 عقود وأكثر في جبال القدس، واليوم يأمل الأهل أن يتحول هذا الاعتراف الذي أعلن عنه مؤخرا إلى حقيقة واقعية. الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله أنا بشاعر خير. الحمد لله إن هو اعتراف بيجي وراء اعتراف، احنا اعترفوا بنا في 94 هنا، اعترفت بنا الدولة، وإن شاء الله رب العالمين الدولة هذه تعترف بنا ويكون على أرض الواقع، يعني نشوف الاعتراف فضع على أرض الواقع إن شاء الله رب العالمين. اعتراف على ورق ما بينفع، اعتراف بس على الورق ما بينفع، اعتراف ودك تطعينا اول شيء زبطوا عندنا المدارس قبل كل شيء، المدارس زبطون عندنا، احنا عندنا اليوم في عندنا نقص في التعليم، عند الضعوف ما في تعليم زي يعني حاجه اللي الاولاد يتقدموا فيها. التعليم عندنا اهم شيء، لأن التعليم هو اللي بيجيب كل شيء وراه، وإن شاء الله رب العالمين إن الدولة هذه تقدم لنا الأمور إن شاء الله رب العالمين. برجو من الدولة هذه أنها تقدم لنا الأمور ونشوف شيء عملي مش شيء بس على الورق وبس. تعبنا نعرف في اعتراف، لان هذه اعترافات 70 سنه في عبده ما تغير ولا شيء، جميع السكان ساكنين في عبده ولا تغير ولا شيء في عبده لليوم، يعني اعترافات حكي اعترافات وهد من شقه، يعني وين الاعترافات؟ فيش اعترافات، يعني سكان عبده لهم 70 سنه لحد اليوم ميه عندهم، الميه اللي بيشربوها سخنه، يعني فيش في عبده شيء، يعني طلاب ما فيها عيادة ولا فيها لا تروفوت ولا شيء، عيادة بس دكتور، يعني دكتور وبعدين امشي على رخمة أو امشي على الميتسبين أو امشي على السبع جيب يعني الدواء. أنا طلبت المفرق 4 سنين وأنا طالب الحكومة، لما استجابوا لفتح مفرق كان خطير قبل، يعني شارع أبيض وعيول يستعرفوا، فالبداية رفضوا وبعدين وديت لهم مكاتيب واتصالات ومع المجلس الإقليمي للكرة غير المعترف فيها واعترفوا، آخر شيء فتحوا الشارع، ونفس الشيء سووا كهرب بس للمدرسة، بقية السكان ما عندهم ولا شيء، يعني مواطنين في إسرائيل بس مش مواطنين دولة إسرائيل. إذا بنظر في ستبوكير على جنبنا أو بنظر في الكرة اليهودية حسب القانون 70 عائلة بحق لهم خشمال وكل الخدمات، إحنا ما ولا خدمة، يعني على جنبنا ستبوكير 7 كيلومتر فيش عندنا يعني أي شيء من الخدمات هذه بالدولة، يعني إحنا معترفين بمواطنين بس ما ولا خدمة ولا شيء، وبيجوا في الأخير بيقولوا البدو بدهم ولا شيء، البدو ما ودهم، البدو بيتهاجموا على أراضي الدولة بس مش صح. فيش شيء، الدولة البدو ما بيشوفوا ولا شيء، يعني مدرسة كربنات لها 20 سنة، أما لو قرية يهودية فيها 400 واحد فيها مدرسة بنا وكل شيء.